ثم على أن الإعلام العمومي مكبل ويتطلب طبعا إعادة نظر في طريقة تعاطيه مع مجموعة من المواضيع. أنتم الآن تخوضون تجربة في قطاع خاص، حالات إعلامية خصوصية، يعني كيف هو الاشتغال مثلا على القضايا الآنية بالنسبة للمجتمع؟ هل تتناولونها بسهولة أكثر منه مما كانت عليه مثلا القناة الثانية؟ سؤال جميل جدا سي جبار. هو تجربتي الحالية مع قناة شادا، وللعلم بأن قناة شادا هي القناة الوحيدة للقطاع الخاص، القناة الوحيدة المعتمدة من طرف لهكا لتعتبر قناة تلفزية خاصة. أما تيلي ماروك فليست بقناة مغربية خاصة، ولكن قناة تبث من إسبانيا، وكل الهيكلة الإدارية لها ليست مغربية. ولكن أنا أفضل باش نرجع خطوة طويلة شيئا ما إلى الوراء، أحكي عن تجربة دوزان التي كانت في زمن ما قطاع خاص. وهنا علاش بغيت نعتمد في التمثيل على القطاع، عن القناتين والتجربتين، لأن تجربة دوزان في قطاع خاص كانت بالمباركة من الراحل حسن الثاني والرئيس الفرنسي جاك شيراك، حيث يعني قضينا عاما بكامله نتدافع في المؤسسات التكوينية الإعلامية مع كبار الإعلاميين الفرنسيين في أكبر المحطات التكوينية، وهي لانسيتيو ناسيونال دو فيزويل لينا. ثم دخلنا بتبعية للهولدين الملكي اللي هو لونا في ذلك الوقت، بإشراف أطر إدارية قوية تدبير الشأن الإداري. فبالإضافة أنه كانت عندنا مساحات الحرية غير محدودة، لدرجة أن كان لا نفكر في الرقيب، ما كانش عندنا حاضر رقيب، بخلاف تجربتي مع القناة الأولى. كان واحد السقف واضح، خصوصا أثناء التجربة الداخلية والإعلام، فكانت قناة يعني عمومية بكل مقاييس الكلمة. ما كانتش شركة وطنية، ولكن كانت قطاع الإعلام تابع لوزارة الداخلية، كانت التلفزة المغربية كما الإذاعة الوطنية. نعم صحيح. فدوزان مرت واحد التجربة فريدة من نوعها، ومع الأسف بلدنا أغلب التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي وعلى مستوى العالم العربي كانت من المغرب. أول وكالة للأنباء، وهذه تكلمت مع السي جمال محافظ، اللي كانت في المغرب الكبير، كانت باقة في المغرب على يد المهدي بن نون الله يرحمه، كانت سميتها وكالة المغرب العربي، لأنها كانت تضم كل الدول ديال المغرب العربي كما كان يسمى سابقا. أول قناة حرة قطاع خاص ذات أداء اشتراكي شهري إلى غير ذلك، قناة دولية بلغتين تتوصل بالساتليت قبل من القنوات الفضائية كلها على المستوى العربي. كانت تثبت في افريقيا الفرنكوفونيه وفي بعض المحطات بالكابل في بعض المدن الفرنسيه حيث توجد الجاليه المغربيه هي قناه دوزان. ولكن هذه البدايات واش بقات محافظه على القوه ديالها كما كانت؟ تنظر كما قناه كبيره الى قناه شارع تركي. من قناه كبرى اكتسحت كل الاسماع والبيوت الى قناه شارع تركي، اهم المحطات المشاهده اللي فيها هي المسلسل التركي. مازال ما عرفوش كيفاش يتخلصوا من الورم، لان بقي ما عرفوش كيفاش يديروا ليه، لانه كيدخل اموال بتمنى بخساف في الشراء ديال الحلقه ديال المسلسل التركي. تجربتي في قناه شادا كانت فتيه صغيره جدا، عندها امكانيات محدوده جدا، ونحن نكمل من مما عندنا من افكار ومن امكانيات، ولكن تتبقى متنفس. اللي كيشتغل فيها كيحس بواحد الحريه غير معلنه وموجوده فيها، يعني ما كاينش سقف ديال 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 القيد او الرقيب. ف وبالاخص انا فيها شباب سريعي البديهه، ورغم ان المرتبات فهي بسيطه جدا، ولكن تشوف الصدى ديالها، لان كما تنقولوا في ديك القناه بانها ليست قناه شاشه تلفزيونيه بقدر ما هي قناه يوتيوبيه تتابع في الجانب الرقمي اكثر من على مستوى، بالاضافه انها متابعه في دول الخليج. ما عرفتش علاش، لان قناه ديال الاغاني والكليبات كاين واحد الحيز مهم
للكليبات، ولكن ربما إذا كثرت القنوات أنا هو الأمل ديال الطموح ديالي أنه يكون خيارات متوفرة ومتعددة بالنسبة للمشاهد يختار ما يشاء بدل من تضييق الخناق عنه.